أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة أن إجمالي الديون الخارجية والداخلية للعراق تتجاوز 100 مليار دولار. وقال صالح أن الحكومة قامت ببعض الاقتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد عام 2014، مشيرا إلى وجود مبالغ ما زالت معلقة على اتفاقية نادي باريس والتي يقتضي شطبها بنسبة 80%. وأكثر ولكن لم تجري تسويتها، وهي أموال تعود لبعض البلدان الخليجية وبلدان أخرى وتقدر بنحو 41 مليار دولار. وأوضح المستشار المالي للحكومة أن الدين العام الداخلي هو الأكبر اليوم ويقارب نحو 50 مليار دولار، إلا أنه دين ما زال بين المؤسسات المالية الحكومية حصرياً. قالت مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الحالية إن العمالة الأجنبية غير الشرعية تتسرب إلى سوق العمل العراقي عبر طرق عدة، من بينها زيارات دينية وسياحة. أضافت المديرية أن أكثر العمال الأجانب غير مصرح لهم بالبقاء في العراق بعد انتهاء فترة إقامتهم، محذرة من وجود مكاتب وهمية غير مرخصة لإدخال العمالة الأجنبية إلى العراق. وأوضحت المديرية أن هناك أكثر من 350 دعوة قضائية ضد شركات وأشخاص أدخلوا أجانب وأبقوهم في العراق بصورة غير مشروعة. أكدت وزارة التخطيط الحالية تعثر تطبيق الحكومة لخططها في مجالات التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن جائحة كورونا عرقلت خطة الوزارة، فضلا عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط. أكدت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في جنوب العراق أن تأخير تنفيذ المشاريع يرجع إلى عدم تخصيص مبالغ مالية لها من جانب الحكومة. وأضافت الشركة أن على الحكومة توفير تخصيصات مالية لاستكمال مشاريعها في البصرة وبعض المحافظات، مؤكدة أنها لم تستلم أي مبلغ من الخطة الاستثمارية للعام الماضي والحالي، ما أثر سلباً بتأخير تنفيذ مشاريع نقل الطاقة جنوب العراق. واصلت الليرة التركية انتعاشها مقابل الدولار، محققة ارتفاعاً بنسبة 44.2% لتصل إلى 10.25 مقابل الدولار. يأتي الانتعاش الكبير عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي تضمنت أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء أصول الليرة. يرجع المحللون التحسن في سعر صرف الليرة التركية إلى زيادة الإقبال على التعامل عليها بعد التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ارتفعت أسعار النفط بدعم من مؤشرات ترجح احتواء أسوأ تداعيات المتحور أوميكرون، برغم فرض بعض الدول قيوداً على السفر بسبب ارتفاع معدلات الإصابة به. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 2.1% لتسجل عند التسوية 76 دولاراً و85 سنتاً للبرميل، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ نحو شهر بزيادة تصل إلى 4.5% في الأسبوع. نهاية الموجز الاقتصادي، دائما كونوا في رعاية الله.